طيب نروح بقى معاكم لخبر مختلف، نروح لإدارة المكتبات في النادي الأهلي اللي نظمت حفل موسيقي لفريق كورال النادي الأهلي بمناسبة انتهاء الموسم الصيفي. الحقيقة دايما نشاطات اللجان المختلفة في النادي الأهلي كل يوم والتاني بتبهرنا، والحقيقة بتقدم كل وهو مفيد ومسلي لكل أعضاء النادي الأهلي في كافة الفروع. تعالوا نعرف إيه اللي حصل من تفاصيل من خلال هذا التقرير، اتفضل. كل سنة بنعمل في نهاية الموسم الصيفي فعاليات كده للإدارة، لإدارة المكتبات، من ضمنها بيبقى حفل غنائي لفريق كورال النادي الأهلي. الفريق ده بنفضل ندربه بالشهور علشان نطلع بمستوى لائق باسم النادي الأهلي، وبنجيب أساتذة عمالقة يدربوهم. عندنا المسؤولة عن تدريبهم أستاذة أمنية بكر، بتعمل إعداد لماستر في الغناء الشرقي، وبتعمل يعني دراسات عليا في الغناء الشرقي، وكمان سولو في الأوبرا. وعندنا بقى السنة دي فقرة جديدة خالص، إن إحنا عملنا آلة جديدة، الطبلة الإيقاعية، وطالعين برضو بالولاد وهم اتدربوا عليها في خلال فترة الصيف فقط، فبرضو وصلوا لمستوى عالي جدا. جبنا مسيو الأمير إمام، حد برضو متخصص في المجال ويعني كادر فني عالي برضو جدا، فالحمد لله. يعني انتوا بنفسكم هتشوفوا وهتحكموا عن مستوى. احنا بيبقى هدفنا دايما ان احنا نربط اعضاء النادي وابنائه بالنادي، مش بس من الناحية الرياضية. احنا هنقدم النهاردة ان شاء الله حفل درابوكا، هنلعب ايقاعات على موسيقات يعني شرقية. زي ما كان من السهل ان احنا ندربه على حاجات بسيطة، بس احنا هنقدم حاجات لأم كلثوم وعبد الوهاب والبليغ وحاجات كويسة ان شاء الله. وطبعا لازم اشكر إدارة النادي الاهلي على اتاحة الفرصة الجميلة دي، وان مش كل حد بيقدر يعمل كده. وبشكر كمان الاستاذة ولاء عبد الرازق، يعني مجهود كبير قوي منها عشان نقدر نقدم الفقرة دي. يا رب تنال اعجابكم. يعني انا بتشجع الدعم ده والحفاوة دي، بس هما برضو جم لقوا بنقدم حاجة مميزة ومش بنهزر، يعني ما بخلوش علينا بحاجة صراحة. يعني عايزين ساوند سيستم بيجيبوا لنا، موفرين المكان كويس، المعاملة كويسة، يعني حاجة عظيمة بصراحة. يعني وكل الناس القائمين على النادي الأهلي فرع مدينة نصر كمان، يعني بصراحة أنا كنت متوقع برضه ألاقي التعاون الكبير ده، والأستاذة سلمى، ويعني سلمى كمان عملت معانا شغل كبير قوي قوي، وبنتعبها وكل شوية نتصل وهات لنا سماعات وهات لنا حاجات، هايلين هايلين، حاجة حلوة قوي. طول عمري بغني اصلا، النهارده اول تجربه ليا ان انا اكون ليدر واكون مايسترو مع كورال النادي الاهلي. التجهيزات يعني ما اخدتش وقت طويل، اخدنا حوالي من شهر ونص لشهرين. بصراحه الناس عملت معايا مجهود جامد جدا، سواء كان الكورال او الاداره، وان شاء الله تبقى حفله موفقه باذن الله. هو بصراحه ما حدش اتاخر عني في اي حاجه بصراحه، من حس إيقاعات للبروفات، تجهيزات للحفلة، كل حاجة كانت متاحة الحمد لله.